السلام عليكم، معنا اخونا محمود. كيفك يا محمود؟ الحمد لله رب. شو اخبارك؟ الله يسعدك دكتور. قد ايه صرنا عاملين العملية؟ 11 يوم. 11 يوم صرنا عاملين عملية التكميم. كم كان وزنك؟ كان وزني 235. ما شاء الله. والان 224. يعني كم نازلين؟ كم كيلو؟ 11 كيلو. 11 كيلو خلال 11 يوم، يعني كل يوم بيروح منا ايش؟ كيلو. كيلو ما شاء الله. المهم انت مرتاح ومبسوط؟ الحمد لله رب. مش ندمان على العملية؟ لا لا الحمد لله. تاكل وتشرب بخير؟ الحمد لله يا ربي لك الحمد. معنوياتك عالية؟ الحمد لله. تنصح الناس يعملوا العملية؟ بنصح. كانت عملية عادي يعني سهل الحمد لله. الحمد لله. كنت خايف منها صراحة؟ لا والله. ما دخلت انت خايف؟ لا الحمد لله. طيب يا ربي لك الحمد. الحمد لله. الله يحميك ويفضل عليك. الله يسعدك. شو بتحكي للمرضى والمتابعين؟ يعني عادي بقول لهم عادي العملية يعني سهل الحمد لله رب العالمين. واحد توكل على الله وذم الدكتور. ما شاء الله عنا الدكتور. الله يكرمك ويعطيك الخير. خلاص دكتور. سلام. الله يسعدك.